فيما يخص المدخرة للكوادر الطبية، نحن كنا في بغداد وبالتواصل مع وزارة المالية لكي يتم إطلاق صرف مخصصات ومستحقات الموظفين من المدخرة، ولكن حصل هناك تأخير ووعودات على أن يتم إطلاق صرف هذه المبالغ بعد الانتخابات لعدم وجود تمويل من قبل وزارة المالية، بعد أن قمنا بجلب وتهيئة كل الوثائق المطلوبة إلى وزارة المالية بعد جهد كبير جدا وتدخل العديد من الأخوة أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدخل معالي السيد محمد الحلبوسي بعد أن أرسل أحد مستشاريه لمتابعة الأمر، وكذلك قام الأستاذ حسن الكعبي بالاتصال بوزارة المالية، وأيضا اتصل وزير الصحة. لذلك نتمنى وندعو كل السادة المعنيين والمسؤولين في الحكومة المركزية دولة رئيس الوزراء إلى التدخل لدى وزارة المالية لكي يتم إطلاق صرف مخصصات والمدخرة لموظفي دائرة الصحة اثنين الأبطال الذين يقومون ببذل المزيد والتضحية من أجل دفع خطر وباء كورونا فيروس عن أهالي هذه المحافظة، أسوة ببقية الدوائر التي تم إطلاق وصرف مخصصات.